كما ثمن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي القرارات الهامه التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنمويه بمحافظه بن سويف وذكر التحالف في بيانه ان هذه القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس السيسي للمواطن في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها العالم في الوقت الحالي كما انها تعد خطوه هامه في طريق تحقيق العداله الاجتماعيه وأضاف التحالف أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة القوية التي استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية فإنها قادرة كذلك على التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة